بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اصدقائي وحلقه جديده مع الهدف. مليون مبروك لمصر، مليون مبروك لمنتخبنا الوطني الاول بقياده العميد كابتن حسام حسن. مكسب رائع يا كابتن حسام، خوفتنا ورعبتنا ووترتنا وكنا قاعدين قلقانين ما شاء الله على المنتخب، بالذات الشوط الاول اداء ونتيجه، نتيجه مستحقه 100%. الشوط الاول 2-0، هدف رامي ربيعه والهدف الثاني اللي سجله مرموش، وانتهى الشوط الاول 2-0 بقى اداء ونتيجه الاثنين. الشوط الثاني بقى طبعا الارهاق باين على اللعيبه، شفنا اصابات لمصطفى محمد، شفنا اصابه لرامي ربيعه وهكذا، لكن بصراحه مبروك لمصر، خطوه مهمه جدا، 3 نقاط رائعين. انا مبسوط جدا بالجهاز الفني المنتخبنا الوطني، هو خوفونا بس شويه كده في الاول، لكن الحمد لله كده تمام، كده 3 نقاط مهمين جدا. وزي ما كلمتكم امبارح واتكلمنا امبارح على الابطال العالميين البارالمبيين، النهارده يوم حلو قوي لمصر، النهارده يوم جميل جدا لمصر، الابطال البارالمبيين امبارح، وكان لينا تغطيه خاصه للذهبيتين بتوع امبارح سواء للمنياوي او لرحاب. النهارده بتقدر فاطمه محروس البطله المصريه العظيمه صاحبه الاراده والقوه والشخصيه وكل حاجه عايز تقولها قولها على فاطمه، قدرت انها تحقق الفضيه في وزن 57 كيلو جرام في دوره الالعاب البارالمبيه في باريس 2024. نجحت فاطمه في المحاوله الاولى 130، الثانيه 134، الثالثه 139. مليون مبروك عليك يا فاطمه وعلى مصر، وحاجه تفرح. في نفس الوقت منتخب الكره الطائره جلوس قدر ان هو يفوز بالبرونزيه بعد ما فزنا على منتخب المانيا في تحديد المركز الثالث والرابع 3-2، نتيجه الاشواط 25-22 لصالح مصر. خسرنا الشوط الثاني 25-23، كسبنا الشوط الثالث 25-22، خسرنا الشوط الرابع 25-23، والشوط الحاسم كسبناه 15-10. مليون مبروك لمصر، ايام رائعه للبعثه البارالمبيه في باريس، امبارح 2 ذهب، النهارده 1 ذهب، انا اسف 1 فضه و1 برونز، شيء رائع، ومكسب منتخبنا الوطني الاول لكره القدم شيء اروع واروع. يا رب كده ربنا يديم الافراح على بلدنا وعلى مصر، ودايما في انتصارات الكره بتفرحنا، الكره بتسعدنا، الكره متعه للشعب المصري بنستمتع بيها، بنحب منتخبنا الوطني. عايزين نركن الخلافات على جنب، سيبك بقى من الكلام، اصل كابتن حسام قال، اصل كابتن حسام قال لك دي قصاد دي، سيبنا من ده، خلونا نفرح، خلونا نتبسط، احنا محتاجين ده، محتاجين كلنا نبقى ورا منتخبنا الوطني. هو مش اللي كان بيدرب منتخب مصر من كام شهر قدام الفرقه دي معرفش يكسبها فيتوريا؟ انتوا ناسيين، واحنا اللي تعادلنا معاهم ولعبنا كاس امم كامله ما جبناش مكسب واحد، انتوا بتنسوا؟ لكن تحت قياده مدرب وطني قلبه على البلد، قلبه على المنتخب، بيموت نفسه، قال كلمه كده، لا ما نقعدش نقف لكابتن حسام على الواحده، هو في الاول وفي الاخر طلب 3-4، لا خلاص كابتن حسام لو سمحت التزم بالفيفا دي، والله لو المنظومه مظبوطه لا يلتزم وما عندوش اي مشكله والمنتخب هيبقى زي الفل وهتبقى تمام، هي المنظومه ملخبطه، ما نقعدش نمسك لكابتن حسام على الواحده، اصله قال اصله عاد، يا ريت ما يقولش يا ريت ما يعيدش، احنا مش هنقفل بقه، ده المدير الفني لمنتخب مصر. فعايز اقول بس لازم نلتف حوالين المنتخب تاني ونرجع نقف في ظهر كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وتبقى كل الناس في ظهر منتخبنا، ما ينفعش ان احنا نقعد لهم على الواحده، ده مرفوض تماما، ده مرفوض خالص. يعني انا بقول الكلام ده وانا يعني ما احبش ان انا كنت اتكلم في الامور دي كلها، لكن للاسف اللي شفته على السوشيال ميديا وتابعته، لا المنتخب رقم واحد، لازم كلنا نقف في ظهر المنتخب، عمري ما ناديك يبقى رقم واحد ايا كان انتمائك، اهلي زمالك اسماعيلي مصري مقاولين ايا كان ناديك، لا منتخب مصر انك تقف وتشجع منتخب بلدك ده رقم واحد، بعد كده شجع كيفما تشاء، استمتع بتشجيعك لفريقك زي ما انت عاوز، لكن ما ينفعش عشان خاطر فريقي ابقى ضد المنتخب،
مرفوضة، ما تنفعش، مش موجودة في الدنيا كلها، مش موجودة في الدنيا كلها. نروح بقى لنائب رئيس اتحاد الكرة المصري الأستاذ خالد الدرمدالي. مبروك يا أستاذ خالد، مكسب مهم جدا، يعني كان فعلا أعصابنا تعبانة ومتوترة من الفترة اللي فاتت والتجهيز للمعسكر و و و، لكن الحمد لله الأمور دي تجاوزناها وقدرنا النهاردة في الملعب إن احنا نثبت جهاز فني محترم، لعيبة محترمة ورجالة، ومكسب جميل جدا لمصر. ازيك يا استاذ محمد، وتحياتي ليك للساده المشاهدين، ومبروك لمصر كلها طبعا، والحمد لله بدايه موفقه. انا بعتبر ان دي اول مباراه الاتحاد يعني او المنتخب بياخدها بكامل لعبته بافتتاح موسم جديد، فبرضه احنا نراعي ان اللعيبه ما كانتش لسه دخلت في الموسم ولسه جايين من اجازات، في برضه غير اللعيبه اللي جايه من المنتخب اللي جايه من المحترفين تاقلموا، انما اللعيبه الانديه هنا في مصر لسه ما دخلوش في الموسم. صح. فبرضه نقول ان يعني ان شاء الله اللي جاي بقى احسن وافضل باذن الله. طبعا النتيجه كويسه والحمد لله، والفريق ده كنا لعبناه قبل كده في ساحل العاج و ما كسبناهوش للاسف. وديك شايف الفرق في الاداء ما بين المباراتين يعني. وشفت الفرق بين المدرب الوطني المصري والاجنبي، الوطني المصري قلبه على الفرقه وقلبه في الملعب زي ما بنقول، تفرق كتير. لا وهو طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ناس رتمهم عالي وعندهم ولاء وعندهم يعني جديه، ويعني زي ما بنقول كده وحوش. صح. ان شاء الله يا رب كده تستمر البطولات، تستمر الفوز والاداء المحترم ده يا رب. وانا حاسس كده ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ماتش هيسافروا امتى يا استاذ خالد ان شاء الله؟ ده خلاص الماتش الجاي يوم 10، ما هيسافروا بكره ان شاء الله. طياره خاصه؟ طياره خاصه. طيب عايز اسال حضرتك على نقطه تانية، رئيس البعثه هيكون حضرتك ولا مين؟ لا دكتور ايهاب الكومي. دكتور ايهاب الكومي ان شاء الله. طيب استاذ خالد، انا بالتوفيق يا رب. هسال حضرتك برضو سؤال يعني انا استغربته يخص اتحاد الكوره، هو حضرتك مش المفروض اللعيب الاول بيجي مصر وبعد كده النادي بيتعاقد معاه وبعد كده البطاقه الدوليه تجيلكوا؟ احنا فوجئنا النهارده ببعض اخبار بتقول ان بوبينزا اللاعب الجابوني البطاقه الدوليه بتاعته وصلت اتحاد الكوره في حين ان اللاعب لسه ما وصلش مصر، الكلام ده صح؟ بص انا مش حقيقه مش متاكد من الكلام لان انا مش متابع الحته دي، مش يعني مش هعرف بالسؤال. ولكن معلش دي اعذرني ان انا مش متاكد من ان انا اقول لك تصريح يطلع تمام صح او غلط. تمام يعني تمام. وبعدين يعني ممكن ارجع لاداره الاتحاد وارجع لك فيها. طيب خلينا نروح للمنتخب تاني، احنا ان شاء الله منتخبنا الفتره اللي جايه هيبقى عندنا مباراه بتسوانا وبعد كده خلاص بقى نبتدي. انتوا كاتحاد الكره بتجهز للموسم اللي جاي ازاي؟ بنستعد له ازاي؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي جوه اتحاد الكره؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي عندنا كمان ماتشات بتاعت او مؤهلات كاس العالم ده لسه الشهر الجاي. فطبعا احنا الكابتن حسام بيدينا الاجنده بتاعته حسب توقفات، حسب رؤيته للي جاي عايز يعمل المعسكر امتى، لان النهارده كل المباريات مهمه، ده بننسقه مع الكابتن حسام حسب ما بيحط لنا رؤيته اجندته، انما احنا موفرين الحمد لله كل اللي بيطلب مننا كاتحاد كوره، احنا عاملين اللي علينا يعني اي حاجه بتطلب معسكرات الحمد لله. برضو احب اقول ان مكافئات اللعيبه كلها مدفوعه، الجهاز الطبي يعني كل المفروض كل اللي مطلوب للمنتخب اتوفر. ومعاهم جهاز طبي محترم وعلى اعلى مستوى طبعا، دكتور ابو العيله طبعا والفريق بتاعه. فيعني يعني انا عايز اقول حاجه، احنا الحمد لله مش ناقصنا حاجه يعني ما فيش حاجه، بس احنا ناقصنا حته صغيره قد كده بس مهمه جدا جدا يا باشمهندس يا استاذ خالد، هي ان احنا يبقى عندنا نظام بقى للموسم الجديد
وترتيبات يخلي الامور تمشي بشكل منتظم بشكل مرتب. اللي احنا بنسعى له طبعا ان احنا نحاول يعني باذن الله يبقى انتهاء الدوري قبل كده بكتير يعني. بس انت عارف بتبقى في ظروف يعني، يعني احنا بطوله امم افريقيا بتيجي في النص يعني، في اوروبا بتبقى تيجي بعد الموسم. ايوه انت هنا عندك 45 يوم بيجوا من في وسط الموسم بتاعك. ده برضو بيأثر. دي بعد كده الفرق الاربعه اللي بيشاركوا في البطولات الافريقيه احنا غير بره يعني، في اوروبا لو في ليفربول رايح يلعب في المانيا ولا رايح يلعب في فرنسا، ده خطوه يعني، واخد بالك؟ اكيد اكيد. احنا عندنا ظروف مختلفه. احنا النهارده عشان نادي الاهلي مثلا يروح يلعب في جنوب افريقيا، هو لازم ده 8 ساعات 8 ساعات طيران وظروف مختلفه وجو مختلف. فالنهارده ما ينفعش تقول له انا هسافر النهارده واروح العب بكره في ليفربول، تعملها في مانشستر سيتي، اي نادي في اوروبا يعملها، انما انت عندك ظروف مختلفه، اجواء مختلفه، فرق توقيت مختلف. طب استاذ خالد اسمح لي اسال حضرتك برضو في الحته دي برضو، ما تونس والجزائر بيلعبوا معانا والمغرب، بس الدوري بتاعهم ما بيقعدش لغايه 31/8، لا يعني في نفس ظروفنا ونفس ظروف الطيران والكلام ده كله، بس بيخلصوا بدري برضو. انت عندك اربع فرق تقال يعني، عندك اربع فرق بيلعبوا، واخد بالك؟ يعني ظروفنا احنا مختلفه كمان يعني، احنا اللعيبه بتاعتنا اتعودوا على كده، فانت عشان تغير النظام ده مش سهل. احنا بنحاول بقى دلوقتي ان احنا نقول ايه اللي نقدر نعمله وايه اللي نقدر الانديه تساعدنا، على اساس ان احنا هدفنا الاساسي دلوقتي ان احنا نخلص الموسم بدري عشان اللعيبه ترتاح، اللعيبه عندها وقت الراحه، تبدا الموسم الجديد. واللعيبه ما هو ده اللي احنا عايزينه، وده اللي بنعمله، ده اللي بنعمله يعني. انا لسه كنت بتكلم مع الحاج عامر واحنا في الهاف تايم، وان شاء الله لينا قعده واثنين وثلاثه بنحاول نحل اللوغاريتمات دي اللي بقى لها سنين ما بتنتهيش، واخد بالك؟ بس ان شاء الله يعني المفروض باذن الله السنه الجايه تلاقي نظام ثاني خالص. نتمنى ان شاء الله نلاقي نظام تاني وشكل تاني. بس هسألك هنا سؤال، هل من حق اتحاد الكرة ان هو اللي يرتب للموسم الجديد في حين ان خلاص فترة اتحاد الكرة او ولايته الحالية بتنتهي؟ لان البعض بيقول دي فترة ريبة. لا مش فترة ريبة، انت بترتب لموسم ملهاش ريبة ولا حاجة، انت ما بتاخدش القرارات، ده تصميم شغلك، بترتب مع الرابطة على تنظيم الموسم الجديد، ما فيهاش. ما هو يا فندم بيقولوا الرابطه كمان، الرابطه خلاص الموسم انتهى، المفروض يتم انتخاب رابطه جديده، يعني بص هتلاقيها كلها مترتبه على بعض. كله معلش، بس انت في الاخر الرابطه بعد الانتخابات والاتحاد ده اخر يوم هو المسؤول. تمام تمام. مش هناخد قرار الموسم الجديد لان فضلنا شهر على الانتخابات، لا طبعا. تمام. طب استاذ خالد، حضراتكم كده كاتحاد كوره في وقت معين هتتخذوا فيه القرار بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكوره، ولا لسه ما درستوش طبعاً الموضوع من الاساس؟ لا لا لا، درسنا في شهر 10 ان شاء الله. شهر 10 الاداره هتفتح فيه باب الترشيح ونعلن الانتخابات. حددتوا اليوم في كام 10 يعني؟ لا يعني في اوائل 10، في اوائل 10 يعني نقول خلال اول الشهر القادم على طول هتفتحوا باب الترشح ان شاء الله باذن الله، وهيتقلن على الانتخابات مواعيدها وكل حاجه ان شاء الله. باب الترشيح ان شاء الله. وبعدين انا بس يعني كنت سامعك استاذ محمد، وانا بايدك في ان النهارده الناس لازم تدي ولاء شويه للمنتخب، مش على حساب الانديه ولا حاجه، ولكن لا. لا. النهارده بيصعب عليا ان الفريق مصر صح جمهور كافي صح، الناس مش مديه المباراه اهميه صح، دي انا مش عارف يعني، دي مصر بتلعب زي ما النادي الاهلي بيلعب، زي ما الزمالك بيلعب، زي ما اي نادي بيمثل، كلنا بنمثل. لا المفروض يا استاذ خالد مش زي، لا مصر رقم واحد، عايزين طبعًا نرجع طبعًا لايام 2006 و2008 يعني و2010 يعني، نرجع لايام كابتن جوهري تاني، الايام الحلوه دي. ما هو دول كانوا مصريين برضه وكانوا بيملوا الاستاد وكانوا بيبقوا حاجه عظيمه جدا، مكسرين الدنيا كلها. استادنا اسمه استاد الرعب، بيجي الفرقه ايا كانت مين المنتخب او النادي بيلاقي 70-80 ألف، فين الجو ده؟ انا بستغرب رغم ان النهارده المباراه مثلا محدش يقول لك بعيده، ده استاد القاهره
التنظيم في منتهى يعني منتهى النظام النهارده وكل حاجه طبعا. يعني مفيش عوائق النهارده تعوق ان الناس تيجي تتفرج، خاصه وان انت النهارده جاي لك اللعيبه المحترفين بتوعك على راسهم محمد صلاح طبعا ومصطفى محمد، وان يعني كل اللعيبه الكبيره دي مرموش النهارده الناس تيجي تتفرج على منتخبها وتشجعه. يعني بقول لك فعلا ما يقلش عن اي نادي تاني ليه؟ لا صح. فانا بناشد الناس برضو انها تدي يعني مساحه كبيره من الـ 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 الاهتمام للمنتخب، ما ينفعش كده خالص يعني. أكيد أنا بتفق مع حضرتك، وإن شاء الله نتائج المنتخب اللي جاية بإذن الله هي اللي هترجع الناس تاني وتقف كلها في ظهر منتخب مصر، ونملى كلنا الاستادات تاني أيا كان هنلعب فين في أي استاد، وترجع تاني الأجواء الجميلة الرائعة اللي إحنا عشناها. بعدين إحنا الفترة الجاية عندنا ماتشات مهمة، طبعا تأهيلات لكأس العالم، إحنا طبعا إن شاء الله عندنا فرصة كبيرة لكأس العالم، فإذا ما كانش الجمهور هيقف مع فرقته عشان الوصول لكأس العالم هيقف إمتى؟ صح يعني صح بجد يعني صح. انا بستغرب، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله خصنا كبيره، وادي النهارده دفعه كويسه الجمهور بيطمن على فرقته وعلى اكيد وعلى جهازه الفني، اكيد فيبقى بدايه كويسه ان شاء الله باذن الله. اخيرا استاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكوره، خدت قرارك هتخوض الانتخابات القادمه ولا لا؟ والله لا انا لسه ما اقدرش اتكلم على حاجه زي كده الا لما يعني نتفق كده مع بعض، ويعني ما بنتعودناش ان احنا نتكلم على الانتخابات الا ساعه ما يجي وقتها. ايوه بس ده كان في النادي الاهلي، احنا في اتحاد الكوره، معلش الحته دي كانت في النادي الاهلي. معلش وما زال برضه احنا النادي الاهلي ده هو ربنا فيه وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، فبرضه ما نقدرش نتكلم في حاجه الا لما يجي وقتها. استاذ خالد الدرندلي انا بشكرك شكرا جزيلا، مبروك لمصر، شكرا. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن وافضل لكره القدم المصريه، وهذا ما نتمناه كلنا اكيد، كل الجماهير، كل اللي بيحبوا الكره وبيعشقوا الكره، ده اللي كلنا بنتمناه، يبقى في نظام، في انضباط، في مواعيد، في كل حاجه، نبدا زي كل الناس ونخلص زي ما كل الناس بتخلص. ده مش اعجاز، بس ده عايز ناس، ما نفضلش نحط كل الكوره في ملعب في شخص واحد، في ايد شخص واحد، ما ينفعش والله العظيم ما ينفع، لازم مجموعه تقعد مع بعض تدرس وتقترح، وده ياخد ده يقول رايه وده يقول رايه، ده ناخد بيه، لا الراي ده مش مظبوط، لا الراي ده مظبوط، لا الرأي وهكذا، لكن شخص واحد عايشين من ساعه واحنا اطفال على شخص واحد هو اللي بيعمل كل حاجه، يعني صعبه جدا بصراحه. كهربا والعرض السعودي ونادي الحزم السعودي، وصل للنادي الاهلي عرض، وصل للنادي الاهلي عرض من نادي الحزم السعودي بيطلب استعاره كهرباء. مصدر داخل النادي الاهلي قال لك لا ده عرض ضعيف ماديا جدا. كهرباء عنده النيه ممكن يقول لك بس لو عرض مادي يعني يعوضني اللي فات، يعوضني كل الفلوس اللي هو يعني دفعها، خاصه الغرامه بتاعت نادي الزمالك، لكن ده برضه مفيش تفريط في كهرباء الا اذا قبل يوم 12 الاهلي تعاقد مع مهاجم قوي جدا. بقولها لك بوضوح، مفيش تفريط في كهربا الا لو العرض المادي يبقى مجزي جدا، وتاني حاجه الاهلي يتعاقد مع مهاجم قوي جدا، ممكن النادي الاهلي يعير كهربا لنادي الحزم السعودي. غير كده كهربا باقي في نادي الاهلي، وعلى فكره هو لعب النهارده وشارك مع الفريق في المباراه الوديه اللي لعبها النادي الاهلي ضد وادي دجله، وفاز النادي الاهلي 1-0. اللي جاب الجول حسين الشحات، بدا مارسيل كولر المباراه بتشكيل من مصطفى مخلوف، يحيى عطيه الله، واحمد عبدين، وياسر ابراهيم، وخالد عبد الفتاح، سلية وندفيد، وحسين الشحات، وقفشه، وتاو، وفروه كهربا. في الشوط الثاني كولر عمل تغييرات شامله، لاعب بقى يوسف سيد عبد الحفيظ، ومحمد عبد الله، ومصطفى ابو الخير، وحازم جمال، وعمر كمال عبد الواحد، ويوسف ايمن، واكرم توفيق، وعمر الساعي، طاهر محمد طاهر، دبيس، ريندوف، رضا سليم. كل التغييرات دي حصلت في الشوط الثاني، ولسه في مباراه تجريبيه ثانيه هيلعبها الاهلي. انت عارفين ان الاهلي هيبقى عنده مباراه يوم 15 مع جروماه يكيني في كينيا، دور ال 32 تشامبيونز ليج افريقيا. الموضوع اللي كنت بتناقش فيه دلوقتي مع الاستاذ خالد الدرندلي، موضوع وصول البطاقه الدوليه لارون بوبينزا. طب البطاقه الدوليه بتيجي قبل اللعيب ما يجي؟ انا دي هقول لكم، انا هقفل الموضوع ده لهاني، خلي هاني عصام يشرح لكم القصه دي، لان الموضوع انا شخصيا يعني مش عارف. المفروض اللعيب بيجي وبيعمل كشف طبي مع النادي وبيوقع
وتمام، بعد كده البطاقة الدولية تيجي. في جديد بقى، الزمن اتغير والدنيا اتغيرت، نعرف من هاني عصام بعد شوية الأمور دي بتمشي ازاي. بيراميدز عمل صفقتين من وجهة نظري، صفقتين حلوين جدا. صديقه جولا من سيراميكا وقع في نادي بيراميدز، كان حصل تعطل في المفاوضات، ومصدر داخل النادي قال ان الصفقة في طريقها للانتهاء، لكن العطلة جاءت بسبب التفاوض حول بعض الامور الصغيرة، ومنها الصفقة التبادلية. كان في كلام بيتقال ان صديقه جولا قصاد اربعة، يوسف اسامة نبيه وفخري لاكاي، وكان في اتنين لعيبة برضو كمان، ومحمد رضا بوبو ده التالت. والامور دي كلها حصل بقى فيها بعض بيحصل فيها بعض التظبيط شوية، لكن بشكل كبير جدا ان صديق جولا في بيراميدز. وكذا نادي بيراميدز اعلن رسميا النهاردة ان اوباما لعيب في نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر. ده بالنسبة لي كل الاخبار، وقلت لحضراتكم للابطال بتوعنا البارالمبيين والنتائج الرائعه اللي عملوها في النهارده وعملوها امبارح، اتنين ذهب امبارح والنهارده واحده فضه وواحده برونز، مليون مبروك. وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيبقى ايام قليله، بس برضو طمعانين يعني، طمعانين. امبارح كان بنتكلم في القصه دي، ده الدكتور اشرف صبحي على فكره كان في باريس النهارده وكان بيتابع ابطالنا النهارده، سواء كره طايره جلوس او البطله الوحش المصري فاطمه محروس في وزن 57 كيلو جرام في رفع الاثقال. دي كره الطائره جلوس، ومباراه المانيا اللي احنا فزنا بيها 3-2 وحصلنا على الميداليه البرونزيه. يلا بينا بقى نروح على مفاجاه جوميز. جوميز مدير الفني لنادي الزمالك بيحضر للنادي الاهلي مفاجاه في مباراه السوبر. عايز تعرف تفاصيلها؟ تعالوا نشوف مع بعض تفاصيلها، لان عندنا فيها كلام كتير جدا. مفاوضات راموس، سيرخيو راموس، انت متخيل ان سيرخيو راموس ممكن تشوفه في الزمالك؟ سيرخيو راموس والقرار البرتغالي وصفقه والناس وملف الراحلين. هاني عصام هيحطنا في التفاصيل، ونبدا بواحده واحده، لكن ارحب بيه الاول. نوري هاني. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا ببقى مبسوط قوي في اليوم ده حبيبي، كله كده ربنا يسترها هاني حبيبي. نبدا بمفاجاه جوميز. جوميز بيجهز للاهلي ايه؟ طيب ايه اللي بيحضره للاهلي قبل مفاجاه جوميز؟ موضوع موبينزا. بتاع البطاقه الدوليه. توضحه لي ده بقى. بص يا استاذ محمد، البطاقه وصلت بشكل رسمي اتحاد الكوره، واتحاد الكوره بعتها لنادي الزمالك. ازاي دي بقى هاني؟ عايز افهم. هقول لحضرتك ازاي. بومينزا اصلا موقع لنادي الزمالك، تمام، في اتفاقيه حاجه زي عقد مبدئي. أيوة. تم توقيعه من جانب اللاعب، والعقد فيه شرط جزائي. يعني كلاعب لو انت تراجعت عنه في شرط جزائي عليك، كانه عقد بالظبط. بناء على العقد ده تم الحصول على البطاقه الدوليه الخاصه باللاعب. يعني ممكن وانا مع حضرتك كده كمان نص ساعه، ساعه بالكتير، في جلسه زوم ما بين مسؤولي نادي الزمالك وما بين اللاعب بشكل مباشر، تمام، بعيد حتى عن الوكيل. اداره نادي الزمالك طلبت ان هي تتكلم معاه بكلام مباشر، تتكلم مع اللعيب. اداره نادي الزمالك ليه لجأت مع موبينزا ومع عمر فرج؟ ايوه. ليه هما الاثنين بالشكل ده؟ بسبب صفقه كريم بركاوي، ان انت كنت متفق معاه على كل حاجه، مخلص معاه كل حاجه. والناس ساعتها قالت طب ليه ما تمش انهاء المفاوضات؟ ليه ما صفرتش حد؟ ليه ما خلصتش بدري؟ يعني صفقة عمر فرج، تخيل ان انت اللعيب في معسكر، خلصت مع اللعيب وهو اساسا في ديت دي تذاكر الطيران بتاع موبينزا. هو هيجي من الكونغو، من الجابون. اديس ابابا ترانزيت، وبعدين هيبقى موجود في القاهره. المفروض هيبقى بكرة. موجود يوم الاحد. فكرة المره اللي فاتت قلت لي جاي الاحد. وهو جاي الاحد، جاي السبت. يعني جاي الفجر الساعه 2 الصبح، ماشي يوم الاحد. ففي جلسه زوم حتى كمان ساعه معاه لانهاء كل شيء. طبعا الساعات اللي فاتت والايام اللي فاتت كلام كتير جدا على الصفقه. بوبينزا طب جاي، عايز يروح تركيا، مش جاي. الازمه باختصار ازمه بين وكلاء، اللعيب معاه وكيل خاص برضو، ازمه وكلاء مفوض ليه في اوروبا،
الزمالك ما اتعاملش معاه، اتعامل مع وكيل تاني، وكيل تاني هو الزمالك خلص معاه، الوكيل الاوروبي متضايق فحاول ان هو ايه يخلص، حاول ان هو يجيب للعيب عقد في اوروبا، حاول ان هو يتعامل مع اللعيب، صفقة الزمالك ما تتمش، لكن في النهاية في الاخر الزمالك خلص معاه كل حاجة. كنت بقول لحضرتك صفقة عمر فرج، تخيل ان انت بتخلص مع اللعيب وهو في معسكر منتخب فلسطين، وبتخلص مع النادي بتاعه اصلا السويدي ايكس سويدي، وبتمضي اللعيب وبتاخد البطاقة الدولية، كل ده واللعيب مش موجود اصلا، فده تحسب لإدارة نادي الزمالك. زي ما حصل انتقاد ليهم في صفقة كريم بركاوي والناس كانت زعلانة، ده انجاز مفاوضات في وقت قصير جدا وبتاخد البطاقة، ده طيب. اللي حصل مع ابو بنزا. حلو، بس انت قلت لي كلمة دلوقتي لازم اقف عندها، انت بتقول لي اللعيب موقع لنادي الزمالك، دي معلومة مؤكدة، موقع على اتفاقية ما بين نادي الزمالك واللعيب وموقع صفقة انتقال حر. صفقة انتقال حر. طيب النهاردة كان على احد المواقع الفرنسية بيقال انه عنده عرضين من تركيا، هو ده اللي كنت بقول لحضرتك شغل الوكلة. لا شغل وكلة. ان الوكيل مش في وكيل خاص باللعيب، الوكيل ده حاصل على تفويض ليه باوروبا، الوكيل مش عايز اللاعب بشكل مباشر يجي الزمالك، هو عايز هو يطلعه اوروبا، فبيجيب له اي عقود من بره، يعني ده شغل وكلة بالظبط. لكن اداره نادي الزمالك خلصت بصراحه الساعات اللي فاتت 600 700 800 لا الارقام اكتر من كده، بس هو في مقدم اللعيب هياخده حوالي 300,000 دولار كده زي منح التعاقد. ايوه منح التعاقد، دي اللي هتخلص كل حاجه. وبالمناسبه حضرتك كنت بتقول مثلا افرض اللعيب جه عمل كشف طبي ولقيت ان هو عنده مشكله، لا في بند موجود ان في حال ان اللعيب لم يتجاوز الكشف الطبي يعتبر العقد كله لاغي. يعني الزمالك محصنها، بص يعني بصراحه المجلس الاداره كابتن احمد سليمان، الكابتن حسين لبيب، استاذ عمرو ادهم، هم الثلاثه الاسبوع اللي فات ده او اخر ثلاث ايام بالتحديد بصراحه شغل من النار، خلصوا الصفقتين في وقت قياسي جدا جدا جدا، بتحاول تنجز عشان تجيب اللعيبه في اسرع وقت. يعني مش 600 700 800 لا اكتر من كده، كام يعني؟ يعني حوالي انت بتبتدي مثلا 800 800 900 مليون في الرينج ده. طيب المفاجاه، المفاجاه انت ايه انت اخدتني في بوبينزا ونسيتني المفاجاه. نبتدي على المفاجاه، مفاجاه جوميز. ايه جوميز؟ بدا الزمالك فتره الاعداد، بدا المعسكر. عايز اقول لك احمد محمود، خلينا فاكرين الاسم ده كويس جدا، احمد محمود اللي كان موجود في الاعاره في الجونه. جوميز نفسه اتفاجئ من مستوى اللعيبه يا استاذ محمد، ما كانش متخيل ان اللعيب بالمستوى ده، مستوى كويس جدا. يعني قال لك هو عايز لعيب تاني اسمه حسام مش عارف ايه كده. لا احمد حسام ده مدافع نادي الجونه. أيوة. لا ده مش صح. لا يعني مش عايز احمد محمود. احمد محمود باك يمين. كان مفاجاه الايام اللي فاتت بالنسبه لجوميز في التدريبات. عايز اقول لك ان انا بكلمك بنسبه تتعدى 90% هيبقى موجود في ماتش الاهلي والزمالك في السوبر. الراجل شافه يعني من طيب اول نظر، الراجل ده موجود معايا وهيبقى اساسي كمان. حسام اشرف رائع في التدريبات والماتش الودي اللي الزمالك لعبه، الاثنين بتاع 3-0. الزمالك جوميز كان شايف ان انا تابعت الاثنين في الاعارات، لا اما شافهم في التدريب بصراحه حاجه تانية بالذات احمد محمود، هو من اول نظر الراجل ده هيبقى موجود اساسي. بس انت متخيل جوميز؟ انا عايز اقول لك حاجه، حسام اشرف انت بتتكلم في بوبينزا وبتتكلم في عمر فرج وبتتكلم في الجزيري، وناصر منسي. ناصر منسي لسه موجود، بس حسام اشرف جاله عرض للساعات اللي فاتت من احد الانديه الشرطه العراقي. أيوة. بس المقابل المادي ما كانش كبير قوي. وجوميز كمان عايز، يعني مش عايز استعجل ان انا امشيه، لان هو شايف ان حسام اشرف بيلعب في كذا مكان. كانه صفقه انا بستفيد بيها اللعيب كمان. اما جوميز شافه الراجل بيلعب بروح قتاليه وروح عاليه جامده جدا، باين حماسه ان هو يكون موجود اساسي. بالنسبه لاحمد محمود، من كتر ما جوميز كان مقتنع بيه واشاد بمستواه، فكر ان انا عمر جابر ممكن اغير مركزه. يعني عمر جابر ممكن العبه خط النص، ممكن العبه هاف، ممكن العب عمر جابر باك شمال مثلا، من كتر ما احمد محمود كان معجب بيه. نتمنى اللعيب يكمل على نفس المستوى. يعني انت اول لمسه ليك واول نظره ليك كنت بالاداء ده، استمرار تألقه هيفرق كتير جدا جدا مع نادي الزمالك. عايز اقول لك ان النماذج دي يا استاذ محمد مهمه، بتوفر عليك ان انت تجيب صفقه ب 30 و40 و50 مليون. ده صح. طيب ندخل، ده احمد محمود اللي جاب الجول. ده احمد محمود، هو احمد محمود صح؟ لعيب واعد جدا جدا جدا، وجوميز بيحب نوعيه اللعبه دي، لعيب صغير في السن، اقدر استفيد منه واقدر اعتمد عليه للسنوات كمان. حتى لما اتكلم على المسؤول مع نادي الزمالك ان اللعيب ده ممكن، هو شايف في سنتين ممكن نطلع بره للاحتراف. طيب راموس، طيب
سيرجيو راموس ناس كتير جدا ممكن تستغرب. سيرجيو راموس زملكاوي؟ اه يعني ناس كتير تقول طيب راموس هيجي الزمالك ازاي؟ القصه باختصار احد الوكلاء الزمالك يعني الفتره اللي فاتت جاله حوالي من 80 ل 90 محترف. احد الوكلاء المفروض بيجيب او يرشح لعيب لنادي الزمالك، لعيب كان بيلعب قبل كده في الدوري الاسباني. الوكيل ده يعني تواصل مع السكاوتنج بتاع نادي الزمالك، هو بيبعت لهم يعني بيبعت لهم لعيب ما، فقال لهم راموس يعني انتوا ممكن تجيبوا راموس؟ فالمسؤولين اتفاجئوا يعني راموس ازاي؟ طيب احنا ماديا طبعا مستحيل اللعيب ياخد نفس اللي ولا ربع ولا يعني بعيد قيمه راتبه كبير جدا. الراجل الوسيط قال لو انتوا بشكل جدي هتاخدوا اللعيب انا ممكن اتكلم معاه. هو منفتح تماما على فكره ان هو موجود في الدوريات العربيه، ما عندوش مشكله. هو كمان فري لحد دلوقتي لان الوسيط ده او الوكيل اداره نادي الزمالك رقم واحد، اي لعيب يجي يكون حر مش مرتبط بتعاقد مع اي نادي. قال لهم حتى انا ممكن اجيبه لكم 6 شهور يبقى التارجت يلعب ماتش السوبر الافريقي. طيب اداره نادي الزمالك لحد دلوقتي ما خدتش خطوه مستنيه. طب قالوا له طب كلم اللعيب شوف الاول شوف رأيه. شوف موقفه ايه وشوف شروطه ايه، واللعيب لو هيجي حتى ولو 6 شهور يلعب معانا ماتش السوبر الافريقي هتكون طلباته ايه. لكن حصل ترشيح وحصل تواصل من وسيط مع نادي الزمالك بما يتعلق بسيرجيو راموس. راي راموس رد راموس جه؟ لا لسه هو رقم واحد بالنسبه لهم. اللعيب هياخد كام يعني حتى أيوة لو هيجي 6 شهور إيه؟ وحتى اما كلمهم هو كان بشكل واقعي لا اللعيب طبعا مش هياخد نفس اللي كان بياخده في الفتره اللي فاتت ليه، بدليل زي ما بقول لحضرتك ان جاله اكتر من عرض عربي مش بس في السعوديه، لا كان اكتر من عرض، في عرض اماراتي جاله وكان في عرض كويتي كمان جاله لسيرجيو راموس، لان اللعيب دلوقتي هيبقى موجود في الدوريات العربيه خلاص فكره بيبطل. اوروبا هو بيبطل. ما هو ده اللي قاله لهم محمد ان يعني انت مش هتجيب راموس ريال مدريد، لا انت اللعيب الى حد ما طلباته هتبقى اقل من كده. قرار البرتغالي المنتظر. طيب صفقات نادي الزمالك خلاص، الزمالك شغال على موبينزا، عمر فرج خلص. طيب جوميز اتكلم مع مسؤولين في نادي الزمالك، في مفاوضات مع اكتر من لعيب، عندك محمد اسماعيل مدافع نادي الزد واسامه جلال، الاثنين دول بالتحديد اداره نادي الزمالك داخله في مفاوضات عايزه تجيب مدافع. قرار جوميز انا مش عايز مدافع. خلاص قال انا مش عايز مدافع. اصلا جوميز شايف ان عدد القائمه كتير، عايز يقلل عدد اللاعبين الموجودين في القايمه، فاتكلم مع المسؤول من نادي الزمالك، انا عندي الزناري حسام عبد المجيد، عندي الونش اما يرجع من الاصابه، عندي حمزه المسلوسي واحمد مجدي كمان المدافع الصاعد لو هيكمل مع الزمالك الفتره اللي جايه. انا مش عايز مدافع تاني. خط النص عندي دونجا، زياد كمال، الموضوع اتغير 180 درجه. زياد كمال مكمل مع نادي الزمالك، موجود مع نادي الزمالك، حصل مفاوضات مع محمود جهاد لاعب نادي فاركو، لكن جوميز طلب كذلك. خط النص وخط الدفاع انا مش محتاج حد، اللعيبه اللي موجوده تكمل معايا. هو ده القرار البرتغالي بالظبط. طيب صفقه والناس الجزائري، ادم والناس حصل تواصل رسمي مع اللعيب الساعات اللي فاتت، وبالمناسبه تعرض الاسم على جوزيه جوميز وافق طبعا ورحب جدا يكون موجود معاه. هو شايف ان والناس الحته اللي قدام بالنسبه له هيلعب في كل حته، صح، ربما ده اللعيب الوحيد اللي جوميز عايزه الفتره اللي جايه. يعني بقول لحضرتك النقطه اللي قبليها مش عايز مدافع على خط النص. والناس فري برضو. بص هتلاقي التارجت الصفقات مع نادي الزمالك دلوقتي الزمالك اللعيب الفري، اللعيب الفري هو مش مرتبط بتعاقد دلوقتي، في تحمس جدا 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 لجوميز ان التعاقد مع والناس. طلب من اداره نادي الزمالك كمان سرعه حسم المفاوضات، نفسه اللعيب ده بالتحديد يكون موجود معاه في ماتش السوبر الافريقي. لو جه الحقيقه هيفرق جدا. كمان الارقام الماليه بتاعته مش كبيرة. يعني انت بتتكلم اما حصل تواصل الايام اللي فاتت بتتكلم في حوالي 600-700 ألف دولار في السنه. الرينج مش معدي المليون دولار. الساعات اللي فاتت هتكون، الساعات اللي جايه هتكون حاسمه جدا جدا في الصفقه دي. اللعيب مرحب، عنده عرض تاني لكن مش بنفس الجديه في عرض نادي الزمالك. تمام، يبقى والناس في يعني على اعتاب نادي الزمالك. اسم على فكره معروف لجمهور، لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا. جوميز كمان من الاسماء اللي هو قال انا مش محتاجه اشوف حاجه ليه، انا عارفه اصلا كويس طبعا، معروف. اتفاجئ حتى لعيب دولي بالظبط، لعيب دولي اتفاجئ ان اللعيب فري، هو ما كانش عارف ان اللعيب فري. يعني نقدر نقول دلوقتي ادم والناس على اعتاب نادي الزمالك، على اعتاب نادي الزمالك.
خط ده المركز الوحيد اللي جوميز قال انا موافق. لا والجناح كمان عايز حد يلعب جناح يمين وجناح شمال، فبالنسبه له اللعيب ده هيبقى جوكر. لكن الدفاع خط النص خلاص، حراسه المرمى، الهجوم بالمناسبه الزمالك اللعيبه بشكل سريع في 2 لعيبه تحت السن الزمالك خلص معاهم، منهم مهاجم سنغالي تحت السن. جوميز اتفاجئ يعني، انا لسه حضرتك بتقول عندي سيف الجزيري وعندي موبينزا وعندي عمر فرج، طب انا لو هجيب حتى لعيب تحت السن استفيد منه بمركز تاني، مش مجرد ان انا بجيب لعيب او مركز افريقي تحت السن فاجيب مهاجم. فبالنسبه له في تارجت، الراجل بالورقه والقلم منظم جدا يعني، بالورقه والقلم المركز ده انا عايز 1 2 3. طبعا ما ده لسه من قبل على فكره اداره نادي الزمالك قالت له طب ما نجيب لك لعيب نص، يعني عندك زياد كمال وعندك دونجا، نجيب لك لعيب خط نص كمان. الراجل رفض. طيب يلا الراحلين بقى واللي خلاص اتاخد فيهم قرار نهائي. ملف الراحلين، في لعيبه مشيت خلاص كان اخرهم يوسف اوباما اللي ادارة نادي الزمالك وجهت له الشكر، في بعض اللعيبه مستقبلها مرتبط بصفقات جديده. على راسهم نصر منسي. نصر منسي بنسبه كبيره جدا خلاص صفقه موبينزا خلصت، مش هيكون موجود مع نادي الزمالك. من الاسماء اللي طلب جوميز راحلها عن نادي الزمالك سيف فاروق جعفر، من الاسماء اللي طلب كمان راحلها عن نادي الزمالك مهاب ياسر. التلات اسماء دول بنسبة 90% ربما يكملوا مع الزمالك لحد السوبر الأفريقي، لكن بعد السوبر الأفريقي التلاتة دول بنسبة كبيرة جدا يا أستاذ محمد مش هيكونوا موجودين مع نادي الزمالك السنة الجاية. سيف الجزيري الباب اتقفل؟ لا، الراجل طلب حتى لو أنا جبت 2 مهاجمين أجانب، لا متمسك بسيف الجزيري وعنده رغبة. سيد نيمار جوميز رافض رحيله حتى الآن، متمسك باستمراره مع نادي الزمالك. تمام هاني بشكرك حبيبي يا استاذ محمد، دايما في اليوم بتاعك بتاع الزمالك تبقى الاخبار مركزه وسريعه وفي الجول. حبيبي يا استاذ محمد دايما متالق هدف فعلا. حبيبي حبيبي هاني عصام بشكره. ودلوقتي بقى تعالوا نروح لبابان المدير الفني لمنتخبنا الوطني كابتن حسام حسن ونتابع المؤتمر الصحفي منها الفاصل، وبعد كده نرجع بقى لحوارنا والمائده المستديره منتخبنا الوطني النهارده في الميزان مع 2 نجوم كبار قوي دوليين، سواء جيل كابتن جهري او جيل كابتن حسن شحاته، بعد الفاصل والمؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك عليكم، مبروك على كل الجماهير المصريه والشعب المصري. الحمد لله بشكر ربنا جدا، ثم اللاعبين. يعني عندنا لعيبه محترمه، لعيبه تحمل مسؤوليه كبيره، مسؤوليه بلدها واسعاد جماهيرها. اعتقد هم اللي يستحقوا كل الثناء والتقدير في الظروف اللي حصلت في بدايه موسم، حتى مع المحترفين في التدرج البدني، ثم اللاعبين المحليين اللي هم يعني استحملوا وتحملوا، يعني عملوا معجزه ان هم يشتغلوا في فتره اعداد قليله. اعتقد ان دي صعبه جدا، لكن دي بتدل زي ما انا قلت في الاول على فكره، إن الناس اللي عملت قناة السويس تانية اللي اتعملت في مليون سنة تتعمل قناة السويس تانية في فترة قصيرة، مش سهل عليهم يعملوا حاجات كتير. أنا من وجهة نظري أنا يعني، فهو الشعب المصري قادر إنه يعمل كل حاجة يعني. فاللعيبة عملت اللا معقول، لأن في الرياضة، وحضراتكم طبعا ممكن أدرى مني يعني، كل اجازه يقابلها الفتره اعداد مش اقل من 6 اسابيع. ازاي تجيب لعيب قبل الماتش باربع ايام ويلعب ماتش دولي مع فرقه محترمه؟ انا بقول كل الاحترام والتقدير لكاب فيردي، فريق زي ما انتم شفتوا بيلعب لاخر لحظه، يعني حتى ما يدلش النتيجه فين. يعني انا نفسي المباراه حاسس ان هي متعلقه يعني، بعد الجول الاولاني والثاني والثالث، لكن يقابلهم لعيبه مركزه قوي، اللعيبه بتاعتنا ما ادهمش، حتى لو في بعض الفترات طبيعي جدا فرقه كبيره زي كاب فيردي من وجهه نظري ليها هجمات، فده طبيعي. لكن مجموع الماتش اتعاملنا معاهم الحمد لله، بدايه التشكيل والتغييرات وطبعا الاصابات اللي والحاجات الشد والاجهاد اللي حصل ده طبيعي بسبب الظروف اللي لبدايه الماتش او الظروف الماتش في الناحيه البدنيه والتحضير ليها. ولكن كاب فيردي زي ما كنا كلكم، انا يمكن حتى لاحظت الاعلام كله بيتكلم ان فريق محترم وفريق عنده حلول. ولكن اوعى تفتكر لما نكسب جون واثنين وثلاثه ان احنا الفريق اللي قدامك قليل زي ما اتعاملنا مع بوركينا عشان احنا نزلنا. لا، احنا بنلعب صح
وحتى لما يتفوقوا في بعض الاوقات في اللي طبيعي جدا. ف فريق قوي وفريق كان كلنا محترمينه انتوا قابلينا يعني. فبشكر اللعيبه المره دي. اتفضل حسام. اسف احمد علي موقع الميدان. طبعا مبروك على الفوز الكبير على منتخب كبير زي كاب فيرد. احنا شفنا ان انت واضح انت كنت مذاكر ودارس فريق كاب فيرد، واضح ده من الخطه اللي انت لعبت بيها. احنا نفسنا اتفاجئنا بان كل لاعب ما كانش بيلعب في مركزه، كنا فيه او في تبادلات في المراكز بين اللعيبه دي سببت طبعا زي ما سببت لنا احنا ارتباك، سببت المنتخب كاب فيرد ارتباك. فهل ده كان طبعا واضح ان انت كنت باني فكرتك او خطتك على الفكره دي، ودي نتيجه ان انت عايز نزلت كل الاوراق الهجوميه ليك وقدرت عشان تجيب هدف مبكر وده اللي حصل وقدرت تفوز بنتيجه كبيره، فايه تعليقك على الكلام ده؟ يعني انا ممكن بضحك شويه عشان عارف هبدا بحاجه انا ضحكت عليها. في المقابل زي ما حضراتكم اتفاجئتوا، لو كان حصل حاجه لا قدر الله كان لازم كنت هتشرح. كنت هتشرح. مع ان هو الموضوع انا عندي ثقه في اللعيبه بتاعتي والايام اللي انا القليله اللي انا باخدها ان انا اشتغل مع الفرقه زي ما قلت لكم. عشان كده التكرار التمرين وتحفيز هي الناس فاكراه او يمكن خدوا على ان ممكن بعض المدربين فهلوه، لكن لا، الكره مش فهلوه. الكره لازم اللعيب ينزل الملعب عارف هيعمل ايه واجباته ايه، مش اللعيب بس اللي هيبدا، كل المجموعه ال 27 اللي موجودين. فانا بقى زي ما قلت لحضرتك ان اتفاجئت بالشكل اللي احنا بنلعب بيه. انا مش بعمل حاجه، اولا واخيرا المدرب اي مدرب هو عنده ابتكار قد ينجح قد يفشل، ودي فانا اشتغلت على وجهه نظري انا ورؤيتي وثقتي في اللعيبه اللي موجوده. يعني انا عارف امكانيات تريزيجيه يقدر يلعب في كل حته وعملها في كل مكان، يعني عملها حتى قبل ما يحترف لعب مع النادي الاهلي في اكتر من مكان. فانا اشتغلت يعني واثق ان تريزيجيه ممكن يعمل حته نص الملعب، وزيزو مروان يعني ما شاء الله عليه شال نص الملعب، خد الكره الثانيه، عمل حاجات كتير رغم ان هو مش فت، ولكن نص الملعب اشتغل بشكل كويس في الشوط الاولاني، خلى الكره الثانيه للفريق الخصم منعت بشكل كبير، ادتنا افضليه، زائد الفرص احنا بعد الاجوان اللي احنا جبناها جت وفي فرص ثانيه كتير حصلت. ف انا كنت مقتنع باللي بدات بيه، وحتى قبل ما اللعيبه تبقى في ايجاد كان في تغييرات هتتعمل قبل ما رامي يقع، وكنت في دماغي ان انا كان حمدي تعرف لاعب موسم طويل مع بيراميدز اللي كان لسه لاعب مع الفاينل بتاع الكاس، فكان في لعيبه انا عايز اريحها بما فيهم مروان عشان عارف ان الحمل البدني او اللي خده او الراحه ما تتكيفش مع ان هو يلعب مباراه تقيله زي دي. ولكن ظروف الماتش ان انا قفلت الملعب بيه وهو ونني في نص الملعب، كان ضروري وجوده في لحد اخر لحظه، والتغييرات اللي حصلت كنت محضر فيه حاجات كتير، ومن ضمنها برضو ان مصطفى فتحي وابراهيم عادل يكون ليهم تواجد، كنت ناصر ماهر كان هيلعب، لكن حصلت الاصابه دي غيرت بعض الافكار بتاعتي. فانا كنت عايز ادي فرص وانا واثق فيهم. وعلى فكره انا قلت المجموعه اللي قاعده بره فتحي وابراهيم عادل والمجموعه وناصر، انتوا ليكوا دور كبير هتكملوه وهيحصل، وده اللي حصل. يعني لما نزلوا احنا موفقين في التغيير وهم موفقين، هم محضرين نفسهم كويس قوي بصراحه كل اللعيبه. يعني انا كان نفسي كمان ان الظروف تبقى موجوده وينزل خالد صبحي وكل المجموعه دي، لان انا عايز الناس تاخد ثقه من فوز جماهيرها وماتشات رسميه. يعني حاضر حسن رقم بركات موقع الايام المصريه. في البدايه الف مبروك وان شاء الله تكون بدايه للتاهل ان شاء الله لامم افريقيا. يا رب. عايزين نتكلم عن الناحيه الدفاعيه. جمهور مصر اتفاجئ بوجود حمدي فتحي بدل من احمد حجازي، على الرغم ان احمد حجازي ليه خبره كبيره ومتعود دايما على الاجواء الافريقيه. هل ده سبب ان لعيبه كاب فيردي عندها سرعات وعندها شراسه هجوميه، فكابتن حسام حسن فكر في الناحيه دي، ولا كانت وجهه نظر كابتن حسام حسن ايه في الموضوع ده؟ شكرا.
فعلا يعني من ضمن الحاجات الكلام اللي قلته يعني عندك حق فيها. كاب فيردي عندهم سرعات، انا عندي ثقه في حجازي وكل الناس، بس من وجهه نظري عايز التحضير من تحت، من لعيبه عندهم الاحساس بتاع ان يبدا هجمه من تحت، يعني كانه بيلعب بيشتغل كانه من نص الملعب تحت، بس هو في ستوبر، فهو بيطلع كرة مظبوط هو ورامي، مش 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 اقل من حجازي. ولكن انا كنت عايز، انا من وجهه نظري انا زي ما قلت هي فكره، المدرب عنده افكار قد تنجح وقد تفشل، فانا شايف من وجهه نظري فتحي قبل كده حتى في ماتش بوركينا هو لعب من الثلاثه اللي موجودين في الاستوبرات، لما بدات خمسه هنا كان من الناس اللي موجوده في الديفنس، وهو على فترات بعيده قبل ما نمسك يعني لعب ستوبر برضه في وقت من الاوقات بالظبط مع النادي الاهلي، فهي مش غريبه عليه، وانا عندي ثقه فيه. يعني في ناس في الفرقه عندهم التالنت اللي هم يلعبوا في اكتر من مكان، فدي ميزه. زي ما انا بقول لك في اختياراتي، مش عارف كوكا يلعب نص ملعب ويلعب باك ليفت ويلعب ديفندر، فدي من ضمن الحاجات ان برضو السرعات عملت حسابي ليها، والحمد لله يعني ادى بشكل كويس هو ورامي. وطبعا رامي تاني زي ما بقول لك من ضمن الناس زي ما مروان ان هم بداوا فتره اعداد او لعبوا في فتره قصيره يعني، فكتر خيرهم يعني. اتفضل ربنا يخليك، الله يبارك، مبروك عليكم. اشرف دي صوت الملاعب، مبروك كابتن حسام، مبروك لمنتخب مصر. سؤالي النهارده عن النهارده كان في فكر للكابتن حسام ان هو بيطلع الباكين والوينجين بيطفي الوينجين، يعني الوينجين ما بيكملوش، بيخلي دور الباكين افضل، ولكن النهارده ما اتعملتش بشكل كويس. هل ده بسبب التجمع في اقل من وقت قصير؟ كابتن حسام طبعا يفصل لنا كده. هو طبعا مع الوقت بتكرر الحاجات اللي انت عايزها وبتقلل الاخطاء، ولكن اللعيبه لا بالعكس النهارده برضو اشتغلوا، هاني وحمدي اشتغلوا بشكل كويس قوي، ودي من الحاجات اللي هي عملت اختراقات وثغرات كبيره في كاب فيردي، وادت مساحه لمحمد صلاح ان الضغط عليه بنبقى في حلول تانية من هاني وزيزو، في بيشتغل بشكل معين في يعني في ظهر صلاح او بيستلم قدامه، فعملنا زياده عدديه في المنطقه دي عن طريق ان محمد صلاح بيتلعب معاه مان، فاستغلينا وهاني اشتغل بشكل كويس زي ما انتم شفتوا في الشوط الاولاني، الناحيه اليمين كانت شغاله بشكل كبير جدا، وعمر نفس الشيء. والماتش بوركينا من اول ما جينا هو في سيستم لعب، يعني انا مقصود الشغل بتاع الطرفين ومهم جدا بالنسبه لي، لان في كل واحد في مدرب بيلغي الباكين خالص في التقدم بتاعهم، بيفضل يلعبوا من ورا وفاضلين الاربعه الديفنس بيشتغلوا شغل روتيني، لكن انا وجهه نظري ان انا عايز استفاد من الجناحات على الباكين عشان خاطر الاثنين الوينجر الموجودين زي صلاح وعمر يبقى في مساحه ان هم يستلموا، يعني فيها في تفاصيل يعني بشتغل عليها، ولكن هم اشتغلنا على وده سيستم لعب بالنسبه لي. اتفضل احمد عادل موقع بطولات. كابتن حسام يعني انا ببارك لك، منتخب مصر رجع بشكل هجومي جميل، الحمد لله، مع ان ماتشين ثلاثه منتخب مصر دايما ليه السياده في الملعب وليه الافضليه في الملعب، ده شيء يحسب ليه قبل ما يحسب لاي حاجه تانية الحقيقه. يعني ليا بقى سؤال، كابتن احمد حجازي كان واضح ان هو كان زعلان ان هو ما نزلش لسبب او لاخر، طبعا ده قرار فني لكل احترام كابتن حسام وعلى كل لعيبه الالتزام بيه طبعا، وكل الجمهور وكل الاعلام اكيد بيساند حضرتك في اي قرار فني، لكن كنت حابب اعرف هل حضرتك اتكلمت معاه بعد الماتش؟ ايه تفاصيل القصه دي بشكل عام؟ يعني لو حضرتك حابب انك توضح. لا مفيش حاجه، يعني التعليق بتاعك يعني طبيعي جدا، يعني اكيد حجازي من اللعيبه من كباتن الفرقه، يمكن كان اول كابتن فرقه مع محمد صلاح، فحجازي من اللعيبه مميزين على المستوى السلوك والفني والخلق وكل حاجه، ولكن هي في اللعيب دايما في وقت اي لعيب ممكن يزعل، يعني ممكن يزعل ان هو ما بداش، ممكن يعني انا مش عايز اوقف الامور عندي، يعني احمل اللعيب حاجات زياده عن هو بتحصل في كل حته، وزي ما انتم شفتوا مش هودي امثله في كل حته في العالم وفي كل الدوريات في اوروبا ان في لعيب بس ما فيش تجاوز،
لا مفيش تجاوز، بس هو الراجل كان بيتمنى ان هو يكون يلعب وينزل وبتاع، وانا فكرت فيه، ولكن حصل بعض الامور في التغييرات، وهو كان حسيت ان هو مش مستعد نفسيا، يعني هو كان مشدود، فخفت عليه وخفت على الفرقة ان هو ممكن ينزل ما يأديش بشكل كويس يأذي نفسه ويأذي الفرقة. لكن انا حجازي من الناس المحترمة واللي انا بحترمهم جدا يعني، ولكن مش مفيش حاجة حصلت يعني. تم رجلك فوز مهم جدا لمنتخب مصر في وقت مهم جدا. كان عندي سؤال مهم، يعني احنا شفنا منتخب مصر رغم الفترة التوقيت القليل للتجمع في جمل تكتيكية، ودي بانت في المباراة مثلا في الضربة الركنية، الجملة متحفظة ويمكن كانت هتيجي جون وشفناها اكتر من مرة. فالشغل التكتيكي اللي اشتغل في الوقت القصير مع كمان شفنا يعني بدنيا اللعيبه واقفه على رجلها لحد الشوط الثاني، يمكن في بدايه الشوط الثاني حصل كاف بيردي مسك الكوره، انما بعد التغييرات ابراهيم عادل ونزول مصطفى فتحي شفنا تحول هجومي بشكل مميز. هل التحول الهجومي اللي كابتن حسام عمله بتغييرات ابراهيم عادل ومصطفى فتحي كان متحضر ليه في حاله ان يكون في تغير واستحواذ لكاف بيردي؟ بص، من بدايه الماتش لاخره دايما بسعى ان انت تتوفي تفوق، وفي الماتش ما يعني ما يحصلش تفوق من كاب فيردي، حتى لو عملها مكان امكانياتهم طبيعه الحال ان هم هاجموا بيحاولوا يعوضوا ومش خسرانين حاجه. لكن لحد اخر لحظه احنا لينا فرص وبنهاجم وبنشتغل كويس، حتى التغييرات اللي اتعملت زي ما حضرتك شفت تغييرات هجوميه، مش هسميها هجوميه لان تكتيكيه بالنسبه لي، يعني مصطفى فتحي عنده ثقه فيه، وابراهيم عادل لما نزلوا ما عنديش مشاكل خالص، حتى لو في كاب فيردي بيحاولوا ويبقى في خطوره عندهم، لكن انا مصمم ومصر على اني العب بالسيستم بتاعي، وقد كان يعني زودنا اهداف وكان ممكن في اهداف تانية ممكن تيجي. ف يعني انا شايف ان كل لعيب كان نازل زي ما انت قلت في ظروف تكرار التكتيك بتاعنا اللي اشتغلنا عليه وباين وواضح، حتى الكور الثابته الجون، يمكن انت كمان يعني حضرتك نسيت ان الهدف الاولاني جه من نفس التكتيك بتاع الكورنر اللي اتعمل بظروف احنا متفقين عليها. يعني انا قلت لهم نفذوا الجمل اللي احنا بنعملها، حتى لو احنا فشلنا لكن التكرار هيطبق عندك في كل الماتشات اللي جايه، فنفذوا في الكورنر اللي حصل الجون الاولاني. انا عايز العب بها، منتخب مصر ليه قيمه كبيره لازم يلعب بشكل معين، المكسب مهم جدا جدا، لكن بجانب المكسب لازم الناس تلعب بقيمه منتخب مصر اللي عنده 7 كاس امم افريقيه. وزي ما قلت لكم المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه لازم تحطكم في اعتبارك، احنا خدنا 3 كاس امم، وفي 2000 تقريبا 10 ل 2011 احنا ما وصلناش 12 ما وصلناش، مش يعني ايا معلش التاريخ مش